وقد تسميتم بهذا الاسم العظيم الذي نسأل الله سبحانه أن يحققكم بحقيقته، لأن حقيقة هذا الاسم تعني معنى عظيم، تعني زيادة كل ساعة كل لحظة في الإيمان. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحب في الله والقول في الله من أقوى عرى الإيمان. فيا معاشر المحبين، ابنوا محبتكم على أولا أن تكون لله، حبكم لمن تجلسون معه، حبكم لمن تحضرون عنده، حبكم لأي مسلم ترون في أي مكان أو تسمعون عنه موجود أو مزال، يكون حب لله. وبغضكم للمعصية والكفر وأهله أيضا يكون لله، هذا يزيد في الإيمان. ونحن مطالب منا في كل لحظة نزيد الإيمان. لهذا قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا الذين آمنوا آمنوا، أي داوموا واستمروا وازدادوا حتى تموتوا على الإيمان. فالحب في الله هذا يا معاشر المحبين يزيد في الإيمان، بل إن هذا الحب مع خصلتين أخريين بجانبه تجعلك تذوب للإيمان محبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ويرضى لا يرضى إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يدخل في النار. فجعل هذه المحبة التي لربما نراها عن بسيط، لا حد ولا صنم ولا نفقة ولا شيء قلبي، المحبة عمل قلبي، وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح. لهذا أفضل الأعمال يا رسول الله قال: الإيمان بالله والإيمان بالعمل القلبي. أفضل الأعمال الشرك بالله، وهو عمل قلبي، عمل القلب. فالحب في الله والكفر عمل القلب، لا يطلع عليه الناس فقد تعجب أو تراءى أو أنت تقرأ القلب وتحب هذا وتحب هذا، بل استكثر يا أخوان، استكثر من الأحباب في الله. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: استكثروا من الإخوان في الله فإن لهم دولة يوم القيامة. يوم القيامة تنتهي الأخوة والمعنى الصحاب والقرابة والنسب، وتبقى الأخوة في الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فنقوي معاني المحبة أولا وتكون لله سبحانه وتعالى. ثانيا، مما يقوي معاني المحبة ويكثر لنا الأحباب في الله حسن الظن بعد الله، حسن الظن بعباد الله. لما تحسن الظن بالناس تحبهم، ايش الذي زرع البغضاء والعداء؟ سوء الظن، فكر النفس هو الفئه يعني النفس الخبيثه، سوء الظن بهذا، قال لماذا لبس كذا؟ لماذا عمل كذا؟ هو يريد تاويلات شيطانيه. حسن الظن، اذا حسن الظن في اهل لا اله الا الله احببناهم، ثم ان اصبنا بحسن الظن وهذا الذي حسنا بالظن يستحق الظن الحسن اجرنا، وان كان لا يستحق اجرنا ولم ناثم. لكن اذا اساء الظن، ان كان فعلا هو سيء ما عليه مجرور، وان كان ليس بسيء فقد وقعنا في الاثم العظيم. ولهذا قال الرحمن الرحيم: اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ الظن كله اثم؟ لا، مش كل الظن اثم، لكن نجتنب لئلا نقع في الاثم. فقال: اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. خوف علينا من ان نقع في هذا البعض فنهلك، امرنا ان نجتنب سوء الظن كله، نحسن ظن الناس لا اله الا الله رسول الله. على اي حال كان، نعم اذا كان عاصي او غافل نكره ننصح على منع، لكن لا نسلم. كان رجل في ايام الدوله العباسيه، هذا الرجل خرج يوم من الايام السلطان العباسي في الشارع، فاذا برجل ميت والناس يمرون يتركونه، يمرون ويتركونه. قال: ما لهم يتركون لا يأخذون؟ قالوا: هذا كان عاصي وكان. قال: أين بيته؟ قالوا: بيته. قال: حملوا إلى البيت وهو ما
الذي سار هذا الملك الأمين وجعله يأخذ هذا الرجل الذي يمتع بالعصيان ويذهب إلى باب بيته يقرع الباب تجيب زوجته فقالوا لها زوجك فلان لقد أنست في الشارع فقال ثم رأته سلام الله عليك يا ولي الله الناس تغرب كيف ولي الله هل احنا نعرف منها كذا كذا قالت هذا زوجي كان في البلد موجود مكان شرب خمر وكان ينهاهم فلا ينتهون فكان طوال الأسبوع يجمع المال فنأكل البعض والبعض يجمع آخر الأسبوع يوم الأسبوع يذهب إلى عند بائع الخمر فيقول له الخمر الذي عندك هذا قل له بكم سعره يقول كذا وكذا قال فيدفع عليها الثمن ويشتري الخمر صح ترون أنه يأخذ الخمر صح ويدخل بخمارة لكن ماذا يعمل؟ قالت يأتي بالخمر لا عند البيت فيصبها من الحارة في بيت الخلاء سكوها حتى يقول يا رب أنا ما قدرت أنهى عن المنكر إلا أني أخفف أن الناس اليوم ما يحصلوش خمر يجوها الحارة ما يحصلوش خمر هذا الذي قدرت عليه يا رب ثم يذهب إلى بيت فيه امرأة فاجرة فيقول لها هو ينهى لا تنتهي فيقول ماذا يعطوكي؟ قالت يعطوني كذا كذا من المال يقول خذي هذا المال اليوم قفل الباب فتأخذ من الباب المال وتقفل بيتها هذاك اليوم يقول يا رب أنا مستطع أن أنهى عن المنكر إلا بهذا اليوم قالت فكنت أقول له يا رجل لا تفعل هكذا لو مت في أي لحظة الناس بيقولوا أنت تشرب خمر وأنت تدخل بيت القلوب قال لا فيصلي عليها الدنيا كلهم قال فلما سمع السلطان بهذا القصة أمر بغسله وأعلم الصلاة عليه فجاء العلماء والصحابة والبرلمان صلوا على ذلك الرجل الذي لم يكن يريد يوقع عليه إلا سوء ظن فنحسن الظن في عباد الله إذا رأيت على معصية أنا ما أسوء ظنها وأنا بكره لكن يكون عندي أيضا هي حسنة كل يختم له خير مني يمكن له بهذا العمل الذي ظاهره هو عصيان ربما في ومن وراءه نيات أخرى أو أعمال ما أراها نحاول مهما كان يا إخوان نحسن الظن لنستكثر الإخوان في الله ونبشر يا معاشر المحبين إن شاء الله تعالى بشفاعة المحبين أختم هذه القصة أنه يعني جاء في بعض الكتب السماوية أن رجل يؤتى يوم القيامة فيسأل ماذا عندك من عمل؟ قال فتوزن أعماله فتستوي حسناته وسيئاته فتبقى حسن يدخل الجنة وسيدخل النار فيقول يا رب إذن لي أنا أطلب هذه الحسنة في أهل المحشر فيؤذن له قال فيذهب في أهل المحشر يقول ممن أسأل الحسنة؟ أحب الناس إلي أمي يقول يا أمي الآن سأمرني إلى النار فبقي حسنة واحدة من حسناتي أدخل الجنة قال تقول من أنت؟ فأنا هو رجل أنا لا أعرفك يوم يدخل المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قال فإذا بنا عند أبيه فيقول إيه عمي فإذا بنا عند زوجته أيوة الزوجة أنا كنت كذا وأنا ربما أحيانا أضيع الصلاة وصلاة الجماعة من أين أجمع لكم والآن لم أصل حسن عقلي وإيه عمي قال فيعود حزينا مكبوب ما أحد أعطى حسنة فبينما هو مار هكذا إلا حله الرجل كان لما رأى ذكر في الدنيا جلس مرة واحدة جلس معه ثلاث خمس دقائق وتعارف وتحاب في الله أحب لله قال لو سألت هذا يمكن يعطيني حسنة قال ثم يقول لنفسه بأيه إذا كان أمي وأبي وأخواني ما أعطوني كيف هذا الرجل يمكن أنا ناسي جلست مع قبل كذا كذا سنة مرة في الدنيا قال فيحس رأسه فإذا بذلك الرجل يراه فيأتي إليه سعيا فيقول له ما فعل الله بك؟ قال فيقول عن نفسه لقد وزن الحسنات وسيئاته فلم تدخل عليه الا حسنه بكل منه وانه طلبها عند امي وابائه شف لم يجدها وانت يا اخي ما كيف حالك؟ قال لقد انت تعرف يقول انا احببت مجلس معك مره في الدنيا مجلس مع عبيده الله يقول هذا الرجل وقد وزنت اعماله ولم توجد له الا حسنه واحده وهي حسنه لا لا يصوم الا يصوم كل اعماله ما معي الا حسنه واحده. قال وقد امر به الى النار. امر به الى النار، ماذا تفعل الحسنه؟ فيقول يا اخي ما دام ان انت لا تفعل الحسنه فبدل ان اقول انا وانت ما
الشرط بهذه الحسنة صلى الوائد يقول الأخ الله يوم يعيد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ما يكون حبا لله. قال فينادي رب العزة ويقول سبحانه يا عبدي أتتفضل علي في هذا المقام وأنا الفضل والكرم قل بيد صاحبك ادخل أذهان الجنة برحمتي. لا إله إلا الله فما أعظم القوة والمحبة لله. هانئا لكم عاشر المحبين الله عنا وإياكم محبين محبوبين له ومن أجله وأمن لمن محبة ويجد في إيمان ويكتب مع بعد المحبة عمل وإتقان وإيقان وإحسان وإحسان في كل شيء ثم بعد الإيمان. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. Tidak mampu kembali kepada kekufuran
seperti mana ia tidak mahu dijampakkan ke dalam hati, benci kepada kekufuran seperti mana tidak sukanya ia kepada aku. Pada karena demikian, dua perkara itu bila mana ditambahkan dengan kasih sayang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melengkapkan akan kesempurnaan dan juga manisnya iman. Cinta itu letaknya di dalam hati. Amalan dalam hati adalah jauh lebih baik berbandingkan amalan yang dilakukan oleh tubuh badan. Oleh sebab itu, amal yang paling baik kata Nabi adalah al-iman. Sementara iman itu letaknya di dalam hati. Amal yang paling buruk adalah syirik. Syirik itu pun juga letaknya di dalam hati. Oleh karena demikian, amalan di dalam hati itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih keras berbandingkan kepada amalan yang dilakukan oleh tubuh badan. Oleh karena itu, perbanyaklah kamu semua untuk bersahabat, berteman dengan orang-orang yang perlu kita memberikan kasih sayang kepada mereka, yang mungkin sahabat yang kita bersahabat di dunia akan mendatangkan manfaat kepada kita nanti di akhirat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwasanya perbanyaklah kamu teman di dunia, karena orang yang saling berteman di dunia karena Allah nanti akan mempunyai negara tersendiri di akhirat, yang mempunyai kumpulan tersendiri. Bila mana berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, al-akhillah yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Orang yang bersahabat di dunia itu nanti di hari kiamat Allah akan saling bermusuh-musuhan kecuali orang yang bersahabat dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan kekal persahabatannya sampai di negeri akhirat. Oleh karena demikian, amalan yang boleh memperkuat dan mempererat persahabatan sesama kita adalah bila mana kita menjadikan dasar persahabatan itu husnuzan, berbaik sangka sesama kita. Perbuatan yang amat mulia untuk menyuburkan ikatan persaudaraan sesama kita adalah berbaik sangka sesama kita setelah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya masalah yang terjadi antara orang yang bersahabat satu dengan yang lain, banyak sekali munculnya kalau bermasalah, munculnya daripada buruk sangka. Oleh sebab itu, jadikan dasar hubungan sesama kita itu adalah dengan berbaik sangka kepada sesama muslim. Karena kalau orang berbaik sangka kepada orang lain, maka dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun orang itu tak betul, maka dia tak betul yang tanggung Allah. Tapi kita berbaik sangka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita buruk sangka dengan orang, maka buruk sangka kita akan dihukum oleh Allah, akan dinilai oleh Allah. Seperti mana dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebahagian prasangka itu dosa. Prasangka apa yang dosa? Prasangka buruk. Kalau orang punya prasangka buruk kepada orang lain, akan dikirim dosa. Tapi kalau dia berprasangka baik kepada orang lain, walaupun orang itu tak betul umpamanya, maka tetap dia akan diganjar oleh Allah, karena yang dilarang itu adalah berprasangka buruk, bukan berprasangka baik. Oleh karena demikian, biasakanlah untuk berbaik sangka kepada orang lain. Diceritakan dahulu di zaman kepimpinan kerajaan Abbasiyah, ada seseorang yang meninggal dunia di tepi jalan. Akan tetapi orang tak ambil berat, tak hiraukan, tak pedulikan, dibiarkan macam itu saja ketika meninggal dunia. Orang lalu-lalang tidak dipedulikan. Sehingga salah satu raja yang lalu di tempat itu, nampak orang lalu-lalang di hadapan orang tersebut, tak dipedulikan, maka heran. Siapa orang itu sehingga diabaikan sedemikian rupa? Maka dihampiri oleh raja tersebut lalu ditanya siapa orang itu. Kemudian diberitahukan kalau orang ini adalah suami kepada fulana, ini seorang perempuan. Maka dibawa lelaki tersebut ke rumah keluarganya. Maka ketika diberitahukan kalau suaminya meninggal dunia, maka istrinya mengatakan kepada raja dan lelaki itu, salamullah alaihi wa waliyallah, yakni aku ucapkan kepada kamu keselamatan wahai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan kepada suaminya.
si raja itu pun merasa hairan. Istrinya mengatakan kepada suaminya wali, sementara orang tak pedulikan kalau ibu wali menawliya tidak mesti orang ambil peduli, tapi ini orang tak pedulikan, istrinya justru mengatakan seorang yang wali. Kata raja itu, kenapa kamu mengatakan demikian sementara orang tidak pedulikan? Katanya mengatakan, wahai raja, sesungguhnya suami saya ini dia adalah seorang yang bila mana bekerja, harta yang dihasilkan daripada kerja itu disimpan sebahagiannya dan sebahagiannya diberikan nafkah yang kepada kami, tapi selebihnya disimpan. Daripada hasil simpanan harta ini, dia pergi ke kedai orang jual arak. Ditanya di situ berapa arak yang dijual setiap hari kepada orang yang membelinya. Bila mana diberitahukan sekian, maka dibeli arak itu dengan harga yang ditentukan oleh penjual arak, semuanya dibeli. Sehingga hari itu tak ada orang minum arak, karena semuanya dibeli oleh orang tersebut. Diambil arak itu, orang lain nampak dia beli arak, maka dibawa arak itu ke rumahnya dan dibuang beli air. Yani tujuannya adalah agar supaya menghalang orang daripada minum arak. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tak boleh menghalang orang di sana yang selalu minum arak, dan itu berbagi kita bukan benar, tapi hanya dengan begini saja aku mampu. Yakni pada hari-hari tertentu beli arak itu semua, tujuannya adalah agar supaya hari itu tak ada orang minum arak. Tapi orang lain nampak dia membawa arak. Kemudian dia datang pergi ke tempat orang-orang perempuan atau tempat pelacuran. Dia pergi ke situ juga. Ditanya, kenapa kamu berbuat yang demikian? Dia beritahukan sebabnya adalah untuk mencari kesenangan sahaja ataupun duit. Maka kata lelaki ini, berapa kamu dapat? Diberitahukan sekian. Maka diberi harta kepada perempuan pelacur itu dengan catatan tempat pelacuran itu kena tutup. Berapa dia inginkan diberikan daripada duitnya. Orang nampak dia masuk ke tempat pelacuran, tetapi tujuannya adalah untuk menutup hari tempat tersebut daripada orang melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si lelaki itu ketika meninggal dunia, orang tak pedulikan, disebabkan oleh kerana orang nampak dia melakukan perbuatan yang buruk ataupun perbuatan yang jahat. Istrinya pernah mengingatkan, kamu jangan berbuat begitu, nanti orang anggap kamu